أزود أزود يا مغناس دراري سمايت تحية تنشكركم الدراري على الروح القتالية اللي درتوا في كاع الماتشات اللي لعبتوهم وهذا الماتش خصوصا هذا الماتش الأخر حنا راه كتايقين فيكم بزاف وكنشكركم بزاف بغينا منكم هذا الماتش غتلعبوا غير على ود الدراري اللي كيباتوا سهران أي حاجة غديروها نساوها دابا عرفتي الماتش على من غيدير غيدير على ود الدراري روح أمودياتنا السلام ودات اللي درتو كاملين ما غنهضروش عليكم كنهضر عليكم بدون الترتيب راكم الثانيين اي فرقه كانت قبل منكم تجاوزتوها من غير الاتحاد الشامي كان يستاهلوا حنا ندخلوا الصعود اكثر من اي فرقه راه كما بدات نجيو اي فرقه راه كنا حنا كان يستاهلوا اكثر منهم المجهود اللي درتو هذا العام ابسط الامكانيات ما كاينش شي فرقه في المغرب هذا العام فين كاينين نتوما تعطوا الامكانيات اكثر منكم نتوما عطيتو كاع اللي عندكم المكتب اللي عندنا على قد الحال كيمشي على قد الحال قالوا معكم المجهودات ديالهم نحاولوا ان شاء الله نلعبوا بروح ايطاليه كنعرفوا ما نقولوا ما كاينش شي واحد انا كيلعب على الفلوس اغلبيه الدراري كيلعبوا على التونه حيت كاين كانت واحد كيلعب على الفلوس ما كناش غنوصلوا لهذه المرحله اللي حنا فيها في الروح ديال القتاليه ديال الدراري كاملين كيتقاتلوا كنشكركم بزاف كرو الدراري بلي 27 دوره وما كتقاتلوا غادي تجيب ملي غادي تجيب كتشكر ملي غادي تجيب كتشكر ملي غادي تجيب كتشكر واصلوا العمل وتحلوا بالأمل. كل التوفيق كل الحظ لفريق الفتح الرياضي الناظوري نتمنى لهم رحلة موفقة بحول الله تعالى نتمنى صادقين إسعاد هذه الجماهير الحقيقية والصامدة طول هذه السنوات نتمنى تحقيق صعود للقسم الثاني شكرا للجماهير الفتحاوية داخل وخارج الوطن شكرا للجميع